تفويض يضيق دائرة اتخاذ القرار بالداخل الإسرائيلي بشأن مواجهة التوترات على الجبهة الشمالية مع لبنان، فالكرة الآن في ملعب نتنياهو بعدما فوضته الحكومة الأمنية الإسرائيلية إلى جانب وزير دفاعه يؤف جالانت بتحديد نوع وتوقيت التصعيد مع حزب الله اللبناني. المواجهة بين حزب الله وتل أبيب والتي لم تهدأ نيرانها منذ أشهر باتت الآن مرشحة لمزيد من التصعيد، خاصة بعد أن ألقت إسرائيل باللوم على حزب الله في الهجوم الصاروخي على قرية مجدل شمس بهضبة الجولان المحتل، وتعهدت على أثره تل أبيب بأن حزب الله سيدفع الثمن. التصعيد المقلق إقليميا وعالميا بين الجانبين هو اختبار آخر لحكومة نتنياهو التي لم تنجز بعد اختبار الحرب على غزة رغم الدمار والقتل وانتهاكات القانون الدولي غير المسبوقة، ويزداد الاختبار على الجبهة اللبنانية صعوبة مع مخاوف اندلاع حرب إقليمية، وهو الأمر الذي أدى إلى تدخل متعدد الأطراف من الولايات المتحدة ودول ومؤسسات أخرى لنزع فتيل التصعيد. الصراع على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية أجبر عشرات الآلاف من كلا الجانبين على مغادرة منازلهم، كما أدت ضربات إسرائيلية إلى مقتل نحو 350 من مقاتلي حزب الله في لبنان وأكثر من 100 مدني، بينما أوقعت ضربات الحزب اللبناني 23 مدنيا إسرائيليا إضافة إلى 17 جنديا من جيش الاحتلال. هي خسائر رغم جسامتها إلا أنها مرشحة للتضاعف حال اختارت تل أبيب مواجهة أوسع مع حزب الله والدفع بالمنطقة كلها إلى آتون حرب غير واضحة الأبعاد والأطراف.